السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا هنعمل رز وسمك مشوي النهاردة. اهو هنعمل رز وسمك مشوي. هحط الزيت اهو. مكرونة الشعر حطيت رشة ملح اهو، وزي ما انتوا شايفين كده اهو اهو. بصوا حبايبي المكرونه اهي احمرت، اقوم حاطه عليها الرز غسلاه ومصفيه. المكرونه احمرت وادي ايه، بسم الله الرحمن الرحيم، الرز حطيت عليه. لازم نغطي الرز ايه بالمي. بس كده حبايبي تشرب. بعد كده ايه نشوف بعدين. بصوا حبايبي معايا سمك برضو ايه هشويه اهو، سمك طازه بالرده، بعمله بالرده. بصوا زي اللي بيشوه في الشوايه اهو. بصوا اهو شايفين بعمل ايه اهو. شايفين يا حبايبي بعمل ايه، بحط السمك اهو على الشوايه. صينيه قديمه وبستعملها في الشوايه. بصوا اهو اهو شايفين. شايفين اهو الشوى، واروح قلبها واعمل له الميه والملح والكمون وطماطمايه وفلفلايه ويبقى تمام. ما بحبش اعمل حاجه بره ليه، عشان العدوات والعكو. ما بحبش انا ايه بعمل حاجه في بيتي، اعمل حاجه بنفس. ادي الرز مولع عليه، وادي السمك بشوي. بصوا طبعا ايه انا هحط الميه والملح اهو بتاعت السمك اللي هحطه في السمك اهو. ادي الملح، ما هو لازم اسقطها وهي ايه طالعه من الشوربه. شايفين بعمل ايه. حبيت شطه على حبه كمون.
طبعا اقلب بقى ايه ده عشان ايه اهو. ده اللي في السمك، املح في السمك. شايفين بعمل ايه؟ على حبة طماطم. على حتة تومة اهي، بصوا اهي تومة مفرومة انا فرماها ومغزناها. شايفين بعمل ايه اهو؟ بصوا حبايبي بعمل ايه اهو كده. ايه الحقيقة بتاع السمك ده؟ الحقيقة بتاع ايه؟ السمك. ادي انا بقلب السمك اهو. بصوا حبايبي بعمل ايه اهو، بصوا اهو شايفين. شايفين بعمل ايه؟ بصوا لازم اسيبه شويه كده عشان يشرب الثوم والملح والحاجه بتاعته. شايفين؟ الله ريحه سمك جميل. اه اتفضل معانا يا هاشم، ده ابني متجوز وساكن بره. ريحه السمك جميل وبيقول لي ريحه السمك جميل. الله شفتوا؟ الصلاة على النبي، بسم الله ما شاء الله، جميل 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 يعني. أحلى من الفراخ وأحلى من كل حاجة، من اللحمة أحلى من الفراخ واللحمة والله. أدي الخس، السلطة، وأدي الخيار. وأدي البصل، البصل والجزر والفلفل. وادي الطماطم، طماطم اهي. وادي الليمون اهي. الملح. كده ايه؟ قلب السلطة بتاعتنا ببعض. بصوا حبايبي اهو، شفتوا حبايبي السلطة بتاعتنا اهي. ادي السلطة خلصت اهي. شفتوا السمك والسلطة شكلهم حلو ازاي؟ شفتوا؟ هجهز وراجع لكم خلاص. بصوا بسم الله ما شاء الله الاكل خلص اهو. شايفين الاكل؟ بسم الله ما شاء الله، جميل جميل جميل. ادي السمك المشوي، وادي الرز، وادي السلطه، وادي اللفت. اللفت عاملاه انا مملحاه، والسلطه لسه عاملاها، والرز اهو بالحبايه بالواحده اهو. بصوا شايفين مفلفل بالواحده. بسم الله ما شاء الله، يعني بصوا جميل خالص، جميل بالواحده، رز بالحبايه. بسم الله ما شاء الله، جميل جميل قوي الاكل النهارده ده. غدا اليوم عايزاكم تعملوا لي اشتراك وتفعلوا لي الجرس وتعملوا لي لايك. اشتركوا معايا وفعلوا لي الجرس واعملوا لايك. اتفضلوا معانا، تعالوا اتفضلوا معانا، وبالف هنا وشفا للي هياكل.